أهلا ومرحبا بالمشاهدات، أهلا ومرحبا بالمحبة والتواصل. سلطة لذيذة بألوان الصيف ومذاق رمضان، مهداة من الشيف محمد المطهر، مطعم قصد المعارف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في مرأة تي في. اليوم كنتواجدوا في محل كازدال مره اخرى، مرحبا بكم. اليوم غنقدم لكم واحد الصلاه خفيفه وجميله جدا ومزيانه في رمضان الفطور. صلاه اسم ديالها هي طوماط موزا، كما تشوفوا معنا خص الموزا، طوماط وصوص بيستو. والطوماط موزا راه موجوده في محلات تجاريه وفي مارشي، يعني صلاد مزيانه. وكتعرفوا بان الطماطم راه كتحيد السمو من الذات. الوغ لاحظوا معنا دابا كنديروا خص هو الاول بهذه الطريقه هكذا، نزيدوا واحد شويه، من بعد نديروا الموزا هكذا. طريقة سهلة للتحضير جدا. هذا هو الشكل النهائي ديالها بهذه الطريقة. ومن بعد كنزيدو صوص. هذا الصلاد راه خفيفة وجد جد جد مصحة للجسم. هكذا هاد لاصوص اللي صوبنا راه هي صوص بيستو، كتصوب بزيت العود، الملحة، إبزار، البازيليك والثومة والبارموزو. والصلاه ديالنا هي موجوده سيداتي سادتي، وشكرا، اهلا وسهلا بكم. شكرا على حسن المتابعه، وحتى حلقه قادمه اتمنى لكم اسعد الاوقات ورمضان مبارك ليمون. Ben Wow.